أن هناك تخوف من السياسيين من المرشحين الجدد، بعض السياسيين وليس كلهم. السياسي اللي كان إذا كان ناجح وواثق من نفسه ما يتخوف من شيء، لكن وإذا كان هو مقدم خدمة لوطنه وخادم أبناء شعبه فأكيد ما راح يتخوفوا من الوجوه الجديدة، راح يكون واثق أنهم راح يعيدون انتخابه أو اختياره. لكن اللي هو ما مقدم أو اللي هو خدع المواطن بالدورات السابقة وخلف وقصر بوعوده لهم، فأكيد من المؤكد أن المواطن ما راح يخدع به مهما قدم له ومهما قسم له ومهما عرض له من يعني من مشاريع ومن أهداف. لكن هذا فقد الثقة، انفقد الثقة بين المواطنين. فاليوم المواطن يريد مرشح صادق، يريد وجوه جديدة، وإلا يعني يريد بعض الوجوه الجديدة، يريد التغيير، يريد أن يطمئن بأن هذا المرشح فعلا راح يكون هو صوت إلى صوت الفقير، صوت المسكين، صوت المظلوم، فيعمل بإنسانيته وبأصله وعمله وبدينه. نعم ستعديله برأيك، يعني يوم مرشحين جزء قدروا يكسبون ود الشعب يعني أكثر من السياسيين القدامى؟ نعم هذا شيء لاحظناه، أن بعض المرشحين الجدد نلاحظ أنهم مقبولية بين الأوساط المجتمع وكسبوا ود المواطنين، وبالعكس المواطن هو من يشجع ويثقف إلى من الآن. يعني رغم أن الانتخابات يعني بعد أمامها وقت أكثر من شهرين، لكن نلاحظ أن بعض المواطنين جندوا أنفسهم للتثقيف للمرشحين الجدد، لأنهم وجدوا بي أنه هو الشخص المناسب لهم وأطمئنوا له. وأيضا أغلب المرشحين اللي نزلوا بالدوائر هم نزلوا من نفس الدائرة، هذا هنا راح يعزز موقف المرشح اللي مقدم، فنزلوا من نفس الدوائر، يعني عايشين معاناة المواطن، حاسين معاناة الفقير، مطلعين على الصعاب اللي مروا بها، المشاكل اللي يعني المتطلب حلها.